السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في قناة مريم التعليمية. إذا اليوم غادي نشوفوا صفحة 28 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الرابع. نبدأ بأول سؤال في هذه الصفحة، وهو السؤال 9. أضع عمليتي الجمع والطرح التاليتين بكيفية سليمة ثم أنجزهما. إذا لدينا هنا عمليتين، الأولى للجمع والثانية للطرح، إذا يجب أن نضعهما أولا بكيفية سليمة. إذا لاحظتم هنا فرقم الوحدات هنا لم يوضع تحت رقم الوحدات، إذا فهذه عمل هذا الوضع خاطئ. هذه العملية كذلك رقم الوحدات هنا لم يوضع يعني أسفل رقم الوحدات، وبالتالي فالعملية خطأ. إذا سوف نكتبهما بطريقة أو بكيفية سليمة ثم ننجزهما بعد ذلك. إذا لاحظوا معي العملية الأولى، لدينا 3 زائد 7 تساوي 10، إذا نكتب 0 نحتفظ بواحد. إذا 1 زائد 5 تساوي 6، وواحد الذي احتفظنا به هي 7. 4 زائد 4 8، 5 زائد 0 5، 7 زائد 9 16، نكتب 6 نحتفظ بواحد، 1 زائد 2 تساوي 3. إذا نمر الآن إلى عمليات الطرح. إذا 1 ناقص 5 لا يمكن، إذا نستلف 10 ونرد السلف، إذا 11 ناقص 5 تساوي 6، جيد. ثم 0 ناقص 8 لا يمكن، إذا نستلف ونرد السلف، إذا 10 ناقص 8 تساوي 2. ثم لدينا 8 ناقص 6 تساوي 2. 6 ناقص 9 لا يمكن، نستلف ونرد السلف، إذا 16 ناقص 9 تساوي 7. 0 ناقص 4 لا يمكن، إذا نستلف ونرد السلف، 10 ناقص 4 تساوي 6. و5 ناقص 1 اللي رجعنا قبيلة هو 4. إذا الخارج هنا هو 365870، وهنا 467226. ندوز دابا للسؤال الموالي، وحددوا الأرقام الناقصة في العمليات التالية. إذا نبدأ بهذه العملية، 9 زائد ماذا تساوي 9؟ إذا 9 زائد 0، 9 زائد 0. 7 زائد ماذا؟ غتعطينا هنا 0، إذا غنديرو 7 زائد 3 باش تعطينا 10، إذا 10 ونحتفظ بواحد. 5 زائد 1 6 و4 10، إذا سوف نكتب 0 ونحتفظ بواحد. إذن ها هو 1 ديال الاحتفاظ، إذن 1 زائد 1 ديال الاحتفاظ 2، شنو غنزيدو عليه باش يخرج لينا هنايا 0، إذن يعني هنايا المجموع خاص يكون 10، إذن 1 زائد 1 2، شحال خاصنا نزيدو على 2 باش تعطينا هنا 10؟ إذن غادي نضيفو 8، ثم إذن كتبو 1 ديال الاحتفاظ، ثم لدينا هنا 5، إذا شنو غنزيدو على هاد 1 ديال الاحتفاظ تعطينا 5، إذا سوف نضيف 4. إذا ندوزو دابا لعملية الطرح، إذا 0 ناقص 9، إذا لا يمكن، سوف نستلف ونرد السلف، إذا 10 ناقص 9 تساوي 1. 4 ناقص 6، إذا لا يمكن، سوف نستلف ونرد السلف، إذا 14 ناقص 6 كم تساوي؟ نعم تساوي 8. إذا دابا خاصنا نملؤ هذا الفراغ هذا. إذا هنا عندنا 9 و1 ديال الاحتفاظ هي 10، إذا ما يمكنش غادي نديرو مثلا نكتبو هنايا 16، إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو هنايا 6، باش غادي نديرو 6 ناقص 10 لا يمكن، غادي نتسلفو 10 وغادي نرجعو هاد السلف، إذا 16 ناقص 10 تساوي 6، جيد. ثم لدينا هنا 8، إذا شنو هو العدد اللي غنقصو منو 8؟ 8 وغادي يعطينا 1، إذا هو 9. ثم لدينا 1 ناقص لا شيء يساوي 1. نمر إلى العملية الأخيرة، 0 ناقص ماذا يعطينا 4؟ إذا فلا يمكن، خاصنا نتسلفو، إذا غنديرو 10 ناقص 6، 10 ناقص 6 تساوي 4، نرد السلف، إذا شنو العدد اللي غنقصو منو 10؟ غيعطينا 0، إذا 10 ناقص 10 تساوي 0، إذا هنا خاص يكون غنديرو 0
غنسلفو غتولي 10، غنردو السلف ما نساوش دائما. اذا 10 ناقص 10 تساوي 0، 3 ناقص 10 لا يمكن، غادي نتسلفو تاني ونرجعو السلف. اذا 13 ناقص 10 تساوي 3، 7 ناقص كم باش تعطينا 3. اذا هنا ديجا عندنا واحد، شنو غادي نزيدو باش نقصو مثلا العدد اللي غنقصو من 7 ويعطينا 3؟ اذا 3 زائد 1 هي 4، و7 ناقص 4 هي 3. اذا شنو هو العدد اللي غنقصوه؟ نقصو منه 6 وغادي يعطينا 4. اذا خاصنا نكتبو، مايمكنش غادي نكتبو هنا 10، اذا غادي نكتبو 0، غادي نتسلفو ونرجعو السلف. 10 ناقص 6 تساوي 4، وما العدد الذي سننقص منه؟ واحد اللي حسبنا به يعطينا 3، اذا فهو 4. اذا هذا هو تتمه ديال العمليات. سؤال موالي، باع السيد المعطي سيارة مستعملة بثمن 35000 درهم وقطعة أرضية بثمن 395500 درهم، ما المبلغ الذي ينقص السيد المعطي حتى يمكنه الشراء شقة في المحمدية بثمن 920000 درهم؟ أحدد العمليتين 1 و2 أنجز. إذا لدينا هذا السيد المعطي باع سيارة مستعملة ثمن ديالها 35000 درهم، وباع واحد القطعة أرضية، واحد الأرض بثمن 395500. إذا هذا زائد هذا جمعهم، بغى يشري واحد الشقة في المحمدية. غادي نشوفوا هادشي اللي باع واش غادي يقدو باش يشري هاد الشقة ولا ما غاديش يقدو، ولا كان ما غاديش يقدو شحال خاصو يزيد باش يكمل ثمن هاد الشقة. اذا غادي نديرو في الاول عملية الجمع ما بين هادشي اللي باع، وغادي نشدو ثمن الشقة ونقصو منه المجموع. اذا العملية الاولى هي عملية الجمع، اذا شدينا ثمن القطعة الارضية زدنا عليه ثمن ديال السيارة المستعملة اللي باع، كان صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر صفر، خمسة زائد صفر تساوي خمسة، خمسة زائد خمسة تساوي 10. إذا نكتب صفر نحتفظ بواحد، تسعة زائد ثلاثة 12 وواحد الاحتفاظ 13، نكتب ثلاثة نحتفظ بواحد، ثلاثة زائد واحد تساوي 4. إذا مجموع باش شرا باش باع هاد الأرض والسيارة هو 430500. إذا هنايا راه صغار من هاد، إذا شنو غادي نشوفو شنو شحال غيزيد باش يشري هاد الشقة؟ إذا غنشدو هاد 620000 درهم وغادي نقصو منها 430500 باش نعرفو شحال خصو. إذا شدينا الثمن ديال الشقة نقصنا منو داكشي اللي عندو، إذا صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص خمسة لا يمكن، إذا نستلف 10 نرد السلف، 10 ناقص خمسة تساوي 5، صفر ناقص واحد لا يمكن، إذا نستلف نرد السلف، 10 ناقص واحد تساوي 9، 2 ناقص 4 لا يمكن، نستلف نرد السلف، 12 ناقص 4 تساوي 8، وأخيرا 6 ناقص 5 تساوي 1. إذا المبلغ الذي ينقص السيد المعطي حتى يمكنه شراء الشقة هو 189500 درهم. إذا question suivante، le tableau représente le nombre des touristes qui ont visité la Tour Eiffel à Paris pendant les derniers jours de la semaine. إذا هاد التابلو هذا كيبين لينا العدد ديال لي توريست ديال السياح لي زارو برج ايفل في باريس في فرنسا خلال الايام الاخيره ديال الاسبوع. اذا عندنا ماتان صباح، عندنا في الصباح والمساء، فوندودي سامدي ديمونش، اذا الجمعه السبت والاحد. اذا في الصباح شحال كانت الزيارات ديال السياح، وفي المساء كذلك شحال. اذا عندنا هنا لي صوم، لي صوم هو المجموع، يعني غادي نشوفوا المجموع ديال الصباح مع المساء، كذلك هنا الصباح مع المساء، وهنا الصباح مع. اذا هنايا عندنا هذا المكان فارغ، اذا شنو غادي نديرو؟ جيفيكتي لي زوبيراسيون دون مون كايي اي جو كومبليت لو تابلو. اذا هنايا غادي نديرو نجزو العمليات في الدفاتر على الدفاتر،
وغادي نملؤوا الفراغات. اذا هنا غادي نديروا الجمع، هذه زائد هذه، هذه زائد هذه، وهنا غادي نديروا الطرح. اذا غادي نشدوا هذه غنقصوا منها هذه، اذا هذا المجموع، المجموع غادي نقصوا منه هذا العدد، هذا اللي يعني لو نومبر ديال لي توريست اللي شافوا تور ايفل في الصباح، باش يعطينا العدد ديال المساء. اذا بالنسبه لهاد العمليات الجمع نقدروا نجمعوا غير هنايا بلا ما تساز، زعما نديروا على الدفاتر، بغيتو تنجزوا على الدفاتر. جيد، اذا 6 زائد 3 كم تساوي؟ تساوي 9. 0 زائد 7 تساوي 7. 4 زائد 6 تساوي 10. اذا سوف نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 5 زائد 1 6 زائد 2 8. إذن 8 زائد 0 تساوي 8. واحد زائد لا شيء يساوي 1. إذن المجموع ديال السياح اللي شافوا برج إيفل يوم الجمعة هو 188,079. إذن ندوز العملية الثانية، 3 زائد 7 تساوي 10. إذن سوف نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 9 زائد 1 تساوي 10 وصفر يعني كتبقى 10، سوف نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 8 زائد 4 تساوي 12 وواحد 13، نكتب 3 نحتفظ بواحد. 5 زائد 2 7 وواحد 8. 2 زائد 6 8 وواحد زائد 1 2. اذا هذه العملية اللي غادي نديرو ديال الطرح، 7 ناقص 5 تساوي 2، 3 ناقص 6 لا يمكن، اذا سوف نستلف ونرد السلف. 13 ناقص 6 تساوي كم؟ تساوي 7. اذا 0 ناقص 5 لا يمكن، اذا سوف نستلف نرد السلف. 10 ناقص 5 تساوي 5. 4 ناقص 6 لا يمكن، اذا نستلف ونرد السلف. 14 ناقص 6 تساوي 8. ثم 2 ناقص 8 لا يمكن، 12 ناقص 8 تساوي 4، نرد السلف. و 3 ناقص 2 تساوي 1. اذا هذا هو عدد ديال السياح اللي شافوا توغ ايفل في المساء، 148,572. اذا حاولوا تكتبوا هنايا. وهكا اصدقائي غنكونوا سالين الحصه ديال اليوم، كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. نتلاقاو في حصه جديده، الى اللقاء.